اتهمت الأمم المتحدة دمشق بأنها لم تسميها لموظفيها بمرافقة قافلة المساعدات التي وصلت أمس إلى دوما في الغوطة الشرقية للمرة الأولى منذ 3 أشهر. وأعرب مسؤول في الأمم المتحدة عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال القتالية في إدلب، داعيا لبذل جهود من أجل التوصل إلى حل عبر المفاوضات لتجنب ما حدث في الغوطة. واستهجن المسؤول أي حل عسكري للأزمة في إدلب، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آخر يستوعب 2.5 مليون مدنية.